بالدكتور خليل الجميل. اهلا اهلا بالاعلاميين القديرين، يعني اشكرك. لا انا العفو مستمتع العفو، ده بالحوار الاستاذ مفيد من هو الاستاذ. بدري، و يعني اضيف الى الحديث حديث انه نفسنا جزء من الغل الموجود نتيجه صراعات شديده داخل النفس، ويصيب بعض مرضى الوسواس القهري. حضرتك قلت الغل. الغل يا ساتر. لا، لو حبيت أسألك سؤال مفاجئ، عرف لي الغل. الغل هو شعور شديد بالغضب والغليان والرغبة في التنفيس عن ذلك، نتيجة كبت شديد ونتيجة غضب شديد ونتيجة انزعاج وعدم راحة من الآخر أو من المجتمع أو من الظروف المحيطة أو من الحمى أو الحمات كمان. يعني أي حد أو مديرك. تمام. مش بالضرورة يكون نتيجة تعرض لظلم. طبعا، يعني هو الظلم أقصى أنواع الأعراض المجتمعية النفسية التي تسبب إحساس بالمذلة وبالضيق، ولكن الغل بيجي في مرحلة يعني متقدمة من ده، لأنه الإنسان لما الظلم بيتراكم عليه بيبتدي يغل، يبتدي ينظر إلى زملائه بضيق، ينظر إلى مديره بحنق، وقد يؤدي ذلك إلى أنه يضطرب، يجيله أمراض عضوية منشأها نفسي، يبتدي يغيب عن العمل صح. أو يبتدي يعني. طب فدنا يا دكتور بعد إذنك، عشان تشاكست أنا والأستاذ مفيد قبل دخولك معنا بلحظات. نعم. لما الأستاذ مفيد أفاد، حلو يا أستاذ مفيد، أفاد حلوة. أفاد إنه العقد النفسية منبتها ومبعثها دايما الطفولة. أنا قلت له ربما لا، في بعض العقد النفسية تظهر في حالات الكبر، مش بالضرورة يكون أصلها طفولي. لا، وكلام حضرتك صحيح، لأنه بس هو أغلبها يعني من الطفولة، كما هم الناس اللي عم تعمل لهم اختبار المذيعات وطلبة كلية الإعلام، فإنه منشأ الضحالة الثقافة ومنشأ ذلك العبث اللي موجود عند بعض أفراد المجتمع الجديد إنه البيت والمدرسة والحي، والحي ما عادش موجود وبقى الإنترنت صح. فالبيت أساسا والمدرسة، المدرسة للأسف أنا أقول كلمة صعبة شوية، المدرسة تعلم ولكن ليست تربوية. المعلم معلم ولكنه ليس تربويا. حضرتك عارف يا أستاذ مفيد الحكاية دي طبعا، لأنك كنت معلما في يوم من الأيام. نعم. هنا الطفولة، شخصية الإنسان تنمو كما ينمو اللحم والعضلات والعظام، فإذا لم تنشأ في بيئة طيبة، في بيئة صحية صحيحة، يعني من ضمن الأمثلة المهمة ولكن البسيطة، إذا كسر الولد كوباية اللبن من على ترابيزة السفرة وقعت وكسرت واللبن ساح، فأنت تضربه بالقلم أمه وتقول له أنت حمار، فبعد ثانية تاخده في حضنها لما يبكي. هو هنا حصل عنده حاجة اسمها القيد المزدوج. يعني إيه؟ يعني إن هو بقى عنده تضاد في المشاعر، عنده تناقض في تلقي العواطف المتناقضة. ده لما يكبر هيبقى عنده تشوش، لما يسمع من مديره بيقول له تعالى هنا كأنه بيقول له يا حمار. في حاجات بيحصل لها تثبيت في الطفولة، ومن ثم إذا نما زي ما كنتوا بتكلموا عن كلمة العواطف. طب هو السؤال المهم، لما يكبر هيبقى إيه علاقته باللبن بقى؟ لا ما هو اللبن هو سبب المشكله دي كلها. يعني هو ممكن يبقى يهمل في ورقه تقرير مهم او شيء فيتذكر. طب خلينا يا استاذ دكتور، عشان يبقى في افاده كمان بعد الشرح النظري المهم، وعشان نوفر على الناس الفيزيتا ان هم يجوا لحضرتك العياده، ممكن ناخد لهم فيزيتا مجانيه دلوقتي. ايه اللي ممكن حضرتك تنصح بيه
النقطة اللي طرحها الأستاذ مفيد هو فكرة أنه كثير من الناس يعاني دلوقتي من عرض أو مرض إذا جاز التعبير النفسنة والغل والتنمر حتى من بعد على الآخرين. إيه اللي ممكن نعمله عشان نطهر أنفسنا من النفسنة والغل ده؟ هل هناك وعي حقيقي في المجتمع بالصحة النفسية لإنتاج مصري سليم وسوي سين واو ي؟ هو في وما فيش، يعني في وعي بالمرض النفسي لكن ما فيش وعي بالصحة النفسية. الصحة النفسية ليست الخلو من الأعراض، مش انك انت تبقى ما عندكش أعراض أو أمراض وما بتروحش للدكتور، لا، الصحة النفسية أن تكون قادر على أنك أنت تبحث عن علتك وعن عقدتك وتحلها، أن تكون قادر أنك أنت تروح لمختص أو لصديق أو للحد اللي أنت زعلان منه أو حتى أبوك وتقول له أنت في زمان ضربتني ضرب مبرح وأنا متضايق لغاية دلوقتي. فالبوح عن طريق هذه الطرق من المهم جدا. الاعتراف، يعني آخر طرق العلاج النفسي في العالم اسمها القبول والتطوير، يعني انك انت تقبل. ارفع صباعي. اتفضل. انا اتضربت يا استاذ خليل. انا اتضربت، انا اتضربت كثيرا وانا اتربطت في السرير وانا منعت ان انا انزل وتشلت الجزمة اللي مفروض ألعب بيها كورة وأنا اتقال لي كلام صعب، لكني لم أكن أجرؤ على الإطلاق إن أنا أواجه أبويا. ولكن أبويا في لحظة من اللحظات لما اشتغلت بالصحافة فطلب مني إنه يروح لوكيل الوزارة، فأنا ذهبت معه إلى وكيل الوزارة وجلست في حضرة وكيل الوزارة. وبابا، شوف انا لسه بقول بابا وقف قدامي وقلت له من غير ما يقول له وكيل الوزاره اتفضل، فقلت له اتفضل يا بابا اقعد. فقعد ابويا وكان سعيدا ان وكيل الوزاره بيستقبل مفيد فوز الصحفي، فدمعت عيناه. فانا تهزيت، لم اكن استطيع ان اجرؤ ان انا اقول له بابا انت ضربتني واتربطت في السرير وعشت طفولة صعبة وكانت أمي صاحبة الطبطبة بتاعت حسين الجسمي دي بالزبط. أنا لم أقصد ذلك يعني بالضبط، يعني أنت حالة خاصة يعني. وأنا لما أبويا لما تخرجت من الكلية الملكية للطب النفسي في لندن أبويا خدني على القهوة اللي بيقعد فيها وقال لهم ده ابني. لكني بيني وبينه كده قلت له على فكرة انت كنت ايدك كانت جامدة شوية، يعني بشيء من المزاح. ايدك تقيلة يا جرأتك يا دكتور خليل. يا جرأتك، كيف يمكن ان تواجه الاب كده لا هو ما ينفعش. هو طبعا يعني انا مش من انصار، معرفش يعني انا بالصدفة بالصدفة وقعت فيه قامتين عذبة وهم صغيرين لكن الحقيقة الحمد لله ما اتضربتش وانا صغير، لكن مش عايز ده يبقى بقياس. لكن في النهاية القصة هنا يا دكتور اللي بيرمي ليه الأستاذ مفيد وهي فكرة عودة العلاقة إلى طبيعتها السوية ما بين الأباء والأبناء والاحترام. دلوقتي في ولاد بيبوقوا وبيشخطوا وبيمدوا ايديهم كمان على ابوهم او والدتهم. تمام. انا بشوف حاجات في العيلة خصوصا من الذين ادمنوا. ودي مسألة خطيرة جدا في مجتمعنا، وانا رأيي ان هي مسألة امن قومي، لانه الانتاج بيقل لان الشباب بيقع في هذه الدائرة، ومش الشباب العادي فقط الذي ليس له عمل ولكن ناس عملهم يحتاج الى ذهن صافي وعقل واعي. خلينا استثمر يا دكتور خليل الوقت المتاح لنا في ان انا اعرف بنفس اطول انه هل العقاقير بتاعت الاكتئاب مفيدة وتعالج؟ نعم، تفيد في كثير من الحالات على ان تكون تحت اشراف الطبيب، مش يروح المريض ياخدها من الصيدلي او من واحد صاحبه ويقول له انا باخد دواء ضد الاكتئاب ودي حبوب السعادة، ان تكون في جرعات
تناسب درجة اكتئابه، وأن تكون مصاحبة بما يسمى العلاج النفسي بالحوار، العلاج النفسي العميق الذي يغوص في أعماق النفس، العلاج النفسي الذي يعلم ويدرب المكتئب على التعامل مع أعراض اكتئابه، وبعدين بتتسحب شوية 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 شوية. ولكن كما تعلماني ان الانترنت سلاح ذو حدين، فبقوا الناس يقروا كل حاجة عن الأدوية النفسية، صح، وفي ناس بقت توصف لنفسها أدوية، ولكن نعم. العقاقير ذات التأثير النفساني عموما ليس لها أي تأثير طويل المدى، لها بعض الآثار الجانبية إذا جاءت في جرعة كبيرة، ولكن هي طفرة في العلم جاءت مع بداية الخمسينية. طب ثانية واحدة يا دكتور، بمناسبة طفرة العلم وسؤال الأستاذ مفيد، دلوقتي طرأ لذهني حاجة مبنية على إن أنا كنت بتفرج امبارح بالليل على فيلم أعتقد كلنا مدمنينه إذا كنا بنتكلم عن لبنان، فيلم نعم. أرض النفاق، تمام، بتاع العظيم يوسف السباعي، نعم. وتمثيل طبعا العبقري نعم. فؤاد المهندس، نعم، أيوه. فهل يمكن انه الطفرة العلمية اللي حضرتك اتكلمت فيها دي ان احنا نصل لمرحلة ان احنا نروح حتة ناخد فيها حبوب شجاعة، حبوب شهامة، حبوب نفاق، حبوب صراحة، حبوب تفاؤل؟ لا، هو مفيش حاجة اسمها كده، ولكن اذا كان فؤاد المهندس خدها يا ريس، يعني مفيش حاجة اسمها كده وعملت يعني معاه مفعول وبقى رئيس مجلس إدارة. ما هو دي دراما وخيال فلكن التدريب النفسي للمتعب نفسيا، للي في أزمة نفسيا، وليس من الضرورة أن نقول المريض نفسيا، هي من الأسس الجميلة اللي بيتطور فيها الإنسان، وبيستطيع أن يكون سعيد، وبيستطيع أن يكون مؤكد لذاته في مجتمع ممكن أن يقهره، أن يكون بيقدر ياخد حقه. السعادة بتيجي من قلب الإنسان ومن قدرته على أنه يعمل حاجات اسمها مفرحات النفوس، مش بس مضادات الاكتئاب. دايما الناس لما تقول لها كده تقول لك يا أخي أنا ما عنديش وقت، ولكن مع مرور الوقت تبص تلاقيك إذا تمشيت على النيل، إذا تمشيت حوالين بيتكم، إذا تمشيت جو بقى حلو دلوقتي، إذا تمشيت في الطرقة اللي قدام بيتك، إذا أنت قعدت وقرأت كما قلت إنه يعني الكتاب يكاد يختفي، أنا رأيي إنه الكتاب هو أعظم منير للعقل. فهنا في الحالة دي هذه هي مفرحات النفوس وليست المكيفات. دكتور خليل، بمناسبة أيوة. العقل، ألا أيوة. يثير دهشتك بشدة أن تغيب عقول بالزهايمر مثل الكاتب النابه أحمد بهاء الدين ورجل الدولة المحترم الراحل ممدوح البلتاجي وأيضا أسامة الباز؟ كيف يمكن للعقول النابهة أن يطالها الزهايمر؟ الزهايمر مرض يصيب المخ، والمخ عضو من أعضاء الجسم، نعم. وظيفته العقل التفكير، والوظيفة الأخرى هي النفس، النفس الجهاز المناعي. وإذا تكلمت عن الجهاز النفسي أنا بتكلم على الجهاز المناعي، ولكن الزهايمر في حد ذاته مرض بيصيب بعض الناس اللي عندهم عوامل وراثية وعوامل أخرى من علم الله، يعني هي بتيجي في شكل حاجات تشريحية في بعض أجزاء المخ والفص اللي هو على الجنب كده، مش شرط بتيجي يعني مع تقدم العمر قوي، ولكن بتبدأ من سن 65 وتكثر بين النساء أكثر من الرجال. وللأسف لم يصل العالم إلى حل ليها، ولكن في تدريبات وفي يعني مجرد يعني محاولات، والأدوية فيها لا تفيد، ولكن الذي يفيد هو عمل حيوية للعقل. وأنا من باب هذا السؤال أستطيع أن أقول أنه من الممكن تفادي فقدان الذاكرة مع تقدم العمر، وليس الزهايمر. الزهايمر شيء آخر غير الديمنشيا اللي هي النسيان وفقدان الذاكرة نتيجة تقدم
العمر. ممكن حيوية العقل دي انك انت لما تيجي تمشي، كان كاتبنا الكبير يوسف ادريس يقول لي لما تيجي تمشي في شارع ما ترجعش منه، ارجع من الشارع اللي وراه عشان تشوف بيوت تانية، عشان تشوف الوان تانية، عشان تشوف ناس تانية. انك انت لما تقرا القرآن اقراه من نص مره، من اخر مره، غير طريقتك في الحياه، طريقتك في الاكل. صح. وفي بعض كبار السن يا دكتور بيلجأوا للعبه الكلمات المتقاطعه تنشيطا للمعلومات والذاكره. حضرتك دكتور خليل مؤمن جدا بالمهاره الاجتماعيه. طبعا. ايه توظيفها للعقل؟ المهاره الاجتماعيه هي القدره على التعامل مع الاخرين وفي اطار المجتمع بحيويه بقدرات خاصه، بحيث انك انت تبقى عندك قدره على انك تتعامل مع كل موقف ومع كل شخص ومع كل مؤسسه بطريقه معينه، لان كل مؤسسه ليها شخصيه، كل مدرسه ليها شخصيه، وكل شخص له شخصية. المهارة الاجتماعية أن تستطيع أن تتكيف وأن تتلائم وأن تطاوع الأمور كما تكون لينا في مواقف معينة ومواقف أخرى. ده بيتطلب حنكة وخبرة. تمام. ويتطلب أيضا ممارسة. فاللي بيمارس نشاط اجتماعي في المدرسة وفي الجامعة وفي الحياة هو شخص نشيط وعنده قدرات اجتماعية هائلة.